واحد السلام عليكم الاخوان، واحد شاحية سلاوية الخوت ديما مع الجديد. ديما احنا عندنا لكم عاوتاني الجديد، عاوتاني من جديد. واحد الضريبة الخوت دابا ما عادش خمسة ولا ما اربعة. كان واحد مقلز ما بغى يطيح ما بغى يزيد، ديما طريق الشط. نتمنى من الله يكونوا فيهم ذكيرات الخوت ديما الجديد الاخوان. يا بسم الله توكلنا على الله. هذا تكير الاخوان، ها هو شو هذا تكير الخوت. يا بسم الله، كي اللي كيقول لي الله راه دارهم في الشبكه، ودارهم في الشبكه. من جابهم؟ من على الله وعليك يا شلاهبي، من جابهم؟ مين واش راهم؟ نسعب الله السلام اخويا وستر مولانا. ها الجدر الثاني، ها هو. يا وليد اللهم بارك اخويا. شوف الجدر الثالث اخويا، صباح الجدر وديما الجدر. الجدر اللي كيهضر اخويا، حل عينك وتمنظر. الجدر باغي ياكلوا لي النمل يا اخي. كلشي ديال الله اخويا. حتى كيما كتشوف الجدر واحد اخر اهو. هاي باقي الا كانت كتاكلها شتيها. هاي والله الا كتاكل الخوت كانت كتاكل وانا نشد. شو هاي شاده فم واحد اللعيبه، شو نجيوا ثلاثة الكور. كاين اللي كيقول لي ولا كتعدى على الموقنين، ولا الله وعليك كتعدى على الموقنين. هذوك اللي كيصيدوا على الحجل تقتلوه، حلال هذاك الشيء حلال. ها القران مكتوب فيه صيد الحجل قتلوه، الموقنين لا ممنوعه. على طول الله وعليك يا شلاهبي الديب. المصيبه كما كتشوفوا الخوت، كان عايش عشاني اخويا. المصيبه راه درتها ماشي شي حاجه مليحه، المهم راه نصبر على فراخ سهله راه جات طيح. الاخوان واحد التحيه سلاويه للخوت كاملين. هانا اخوانا، انا اخوان، انا انا هذا هو الجدر اللي كيهضر. التحية للخوت، يلا دوزو بخير. راه ما كاين على جديد والله الا دازو واحد ثلاثة الخوت دابا، طاحوا بثلاثة وحق الله العظيم ثلاثة طاحوا. وكيبانوا ليا ثلاثة الكورة والله أعلم، ثلاثة الكورة وبغيت نضرب عليهم الخوت وما يهربوا. مع واكلة في يدي ما تنبغيش نهاديك الزربة، تنبغيش نأمن تنأمن عاد نضرب. المهم هادشي اللي كاين. شوفوا هذا كيدير، شوف دا مليح هذا الخوت والله الا مليح الطير هذا. شوف كيدير ناضي ناضي بياسة بياسة. انا اخويا شي ولا مشيش؟ لا اخويا حل عينيك وتمنظر اخويا. ها انا جدر اللي كيهضر سطايل فراق فراق بحال الهم. شو هذا فين بقى معلق؟ شوف فين كان مقلز فين بقى معلق. ها شوف سطايل انت هذه كاع سطايله ولا انت شاد شي اخويا؟ المهم وي سطايل فراق فراق اخويا.